السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرضكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم حتى تعطونا رأيكم باللي نعرضه لكم من مواضيع أنتم مصوريها أصلاً أو بالمواضيع اللي أنتم تريدون تحجون بها. أي شخص ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان، الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة على الرقم المخصص للواتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة مع حلقة هذا اليوم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف من اللي كتب لنا ومن وين. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم. أول ملف ويانا هو ملف شركة هو ملف استيلاء المتنفذين والحشد على أملاك المواطنين بالقوة، واللي يعتبر اغتصاب لحقوق الناس اللي تشهد محافظة كربلاء بالآونة الأخيرة، حملة ينفذها المتنفذون لشراء الأراضي الزراعية ومن ثم تجريفها وتقسيمها من جديد، وبعد ذلك الأمر تصير بها قوشانات أو طابوات حتى يبيعوها ويستثمروها. منحت غالبية أراضي الزراعية بكربلاء وفق عقود تملكها الدولة مثل عقود 117 و135، باعت من قبل فلاحين مستثمرين إلها بعض تجار العقارات المرتبطين بالميليشيات والأحزاب المتنفذة، وهؤلاء أنفسهم قسموا هاي الأراضي الزراعية وأدى إلى ضياع حق المواطن المشتري لهاي القاع، عبارة عن عقود تابعة للدولة ومو من حق المزارع التصرف بها إطلاقا إلا بعد مرور ما يقرب من 20 سنة، وبعد هذا الأمر يشتري حصتة شريطة أن تستخدم إلى جانب الزراعي بهالإطار. وثقلنا إعلامي من كربلاء العمليات لتجريف الأراضي الزراعية في المحافظة قبل أن تستهدف أشخاص اثنين بسبب توثيقة إلى هذا المقطع. طبعا نصور للمرة الثانية ما تجريف البساتين وهجموا علينا، يعني أمام الأنظار قائد شرطة كربلاء والسيد محافظ كربلاء والسيد رئيس الوزراء. المرة الثانية على التوالي نصور تجريف اللي دا يصير بالزبيلية، وطلعونا بالمسدسات مرة الثانية وبسيارات وبدراجات، وهسه اتصلنا على 104 وطلبنا النجدة، وبعدهم ما أعرف شو وقت يوصل النجدة حتى نشوف هذول شنو من وراهم، مسدسات جماعة محمد حلوة مسدسات، ولحقونا بسيارات ودراجات. هسه هاي الدورية أنا طلبت النجدة من الدورية، وهاي الدورية جتنا زين، والجماعة مسدسات زين، مسدسات وسيارات طبونا هناك، ذيك السيارات طلعنا هنا على الشارع أنا المصور ده نطلب النجدة. هذا الفيديو ثبتوه يمكم، عصابات باي المنطقة دي يجرفون سلاح عندهم، وبعلم الدولة لحد لا يقول بعلم الدولة السيد المحافظ تدري السيد قائد شرطة كربلاء قائد عمليات، وهي رسالة إلى السيد رئيس محكمة كربلاء. هذا اللي صار بكربلاء، وهذا اللي صار موجود في كربلاء نتيجة تجريف أراضي. ناشط هنا دا يصور لكم القاع الزراعية أو الأراضي الزراعية اللي دي تم تجريفها من قبل متنفذين أو ميليشيات. رقم واحد هو هنا دا يؤدي واجب الرقابي اللي صار بعد عام 2003، أنه الناشط هو المراقب لكن الجهة الرقابية ما تراقب، هو دا يؤدي دوره اتجاه الوطن واتجاه البلد واتجاه محافظته، لكن أكو ناس ما تقبل بهذا الشيء حاولوا يعتدوا عليه. فيا ترى ليش؟ وشنو إجراءات وزارة الداخلية مع الناس اللي حاولت تعتدي عليه؟ وشنو إجراءات رئاسة الوزراء أعلى سلطة تنفيذية بالعراق ويا اللي دا يصير؟ لكن المشكلة أنه أكو مشكلة عويصة. نطلع من كربلاء نروح إلى بغداد. في العاصمة العراقية بغداد تم توثيق قوة من أمن ميليشيا الحشد يقودها مرافق سابق لأبو مهدي المهندس، يدعى هذا المرافق معتصم الحلفي. حاولوا أن يسيطرون على أراضي زراعية مملوكة إلى أناس بمنطقة الجادرية، ورا ما سيطروا على قاعين مساحتها 60 دونم سنة 2019 بقت قاع وحدة. هاي القاع حاولت هاي المافيات والميليشيات أن تقتحمها بالأيام الماضية، واللي توعدت أصحابها بالقتل والدعاوى الكيدية والاعتقال مثل اللي سوت ويا هواية من الناس من أهالي وملاك الأراضي السابقة اللي سيطرت عليها بال 2019 ومن بعد ذلك. أصحاب الأراضي ذكروا أنه رغم مناشدة العديد من الشخصيات السياسية، رغم مناشدة العديد من المسؤولين، رغم إقامة دعاوى قضائية إلى أن كل شيء لحد الآن ما صار والمافيات ما حد ردعها، قطع الأراضي اللي دا تحاول أمن ميليشيا الحشد أن تسيطر عليها وتستولي عليها هي بالخلف من القصر الجمهوري
أو قصر رئيس الجمهورية بالقرب من مباني حكومية، لكن هذا ما يمنع أنه هي مملوكة إلى أناس حتى لو كانت بقرب من قصر رئيس الجمهورية أو غيرها. المشاكل اللي تصير اليوم بالعراق هي مشاكل كبيرة جدا، وهنا راح نشوفكم بعض المقاطع لمحاولة أمن ميليشيا الحشد تجريف القاعة الثالثة اللي ما سيطرت عليها بال 2019. هاي القاعة اللي دا يصورون أو اللي دا توثقها المرة اللي دا يريدون يجرفوها بقوة السلاح، لأنه عندهم سلطة، عندهم قوة، عندهم سيطرة على البلد. فيا ترى ليش هذا التغول بالسيطرة على البلد؟ وليش ما عندهم حد؟ وليش ما عندهم أحد يخافون من عنده؟ وليش ماكو قضاء بالبلد؟ هاي كلها تساؤلات نطرحها إلكم وإلهم، خلي يجاوبون عليها. الناس لما شافت اللي صار بلشوا يعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك. أثير المقدم يقول: بارك الله بكم جماعة المقاولة، أخذتوا كل الأراضي. قاسم الطائي: هذول اللي جاي يستولون على أراضي الناس بالجادرية هم عصابات إيران، يجب الوقوف بوجههم وعدم الرضوخ لهم بأي شكل من الأشكال. روان بشار: وبعد وبعد، دائما أحكيها، يجي يوم يطلعونا من بيوتنا، وبالفعل يوم بعد يوم أتيقن من هالكلام. وجاسم الربيعي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كارثة، أرضك تستحوذ عليها العصابات والمافيات بقوة السلاح وبحماية الحكومة المنبطحة. فكانت تعليقات الناس حول استيلاء المافيات أو المتنفذين أو الميليشيات على أراضي الناس اللي هم يملكوها بأوراق أصولية. أراضي الجادرية حكينا عليها في وقت أو في حلقة ماضية، أنه هاي الأراضي مملوكة من 20 و23 سنة، بيها أوراق أصولية والناس مشتريتها بحر مالها، فما أكو داعي أصلاً أنه يجي شخص يستولي عليها، لأنه هي قريبة من مكان ما أو من دائرة أو شيء. أبد ماكو هذا الشيء. يعني وزارة الدفاع العراقية القديمة كانت بالميدان على الحسابات، لازم يسيطرون على الدائر مدائرها كله، ويروح الميدان وبداية شارع الرشيد وينقص هذا كله. ليش؟ لأنه هي قريبة من وزارة. وزارة الري كانت بباب المعظم مقابل منطقة الكارانتينة أو حي الكارانتينة، يعني هذا المفروض همنا كله يتقصقص. وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة النفط، ذني وزارات رسمية كانت في منتصف مدينة بغداد وبين المناطق، ما كان أكو تأثير لهذا المكان أصلا. المشكلة اللي إحنا قاعدين نعيش بيها هاي مشكلة، لما نفكر العالم أنه قياعينهم هم مو حرين التصرف بيها. ولما علقت الأخت بالتعليق وقالت: أنا يوم على يوم أتأكد أنه يجي يوم ويطلعونا من بيوتنا، لأنه الأفعال اللي تصير بالعراق هي هاي: تجريف بساتين، استيلاء على أراضي زراعية، تجريف هاي الأراضي الزراعية وتحويلها من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية أو استثمارية، اقتصاص هاي الأراضي وقطعها بمزاج المسؤول اللي سيطر عليها، وراها تنباع حتى ينبني عليها مول أو مركز تجاري أو بيت إلى أحد المسؤولين. هاي مشكلة.
فهنا أنا راح ينطرح السؤال، في بلد مثل العراق يتغنون الساسة اللي بيه أنه أكو قانون، ولما يحجون إحنا نواجه بالقانون ونسوي بالقانون، وين القانون من هاي الأفعال؟ وين القضاء من هاي الأفعال؟ أنتوا لما تتغنون بالقانون، القانون لازم يمشي على الكل، على الغني قبل الفقير، وعلى المسؤول قبل المواطن. حتى المواطن لما يتعب ويحكي يقول لا هذا حق. تزداد أزمة المياه بالعراق يوم ورا يوم، سنة بعد سنة، شهر بعد شهر، تحديدا تزداد هاي الأزمة في فصل الصيف اللي احنا عايشين به هسه. تتصاعد بوسط ارتفاع درجات حرارة وصولها إلى أكثر من 51 درجة مئوية. أما سكان جنوب العراق بعضهم هاجروا والبعض بقى يصارع للبقاء بأرضه، بوسط غياب أي تحرك حكومي عراقي بخصوص أزمة المياه اللي تضرب العراق. إذن هو واقع صعب، واقع مميت تشهد مناطق وسط وجنوب العراق، خصوصا محافظة بابل اللي تعاني من أزمة مناخ اللي خلفت جفاف شديد بهواية من المناطق العراقية، واللي الأمم المتحدة تقول العراق واحد من أكثر 5 مناطق بالعالم متأثر بتغير المناخ. جفاف الأنهر حول أراضي بابل إلى صحراء بوسط أزمة مياه يعيشها العراق وسكان محافظات الجنوب، بالأخص مياه الشرب والمياه المخصصة للزراعة اللي أغلب سكان هاي المناطق يعتاشون من الزراعة. بهالأثناء ناشد ناشط من أهالي ناحية النيل بمحافظة بابل، ناشد الجهات المعنية أو بالأحرى هو طالبهم أن يتم توفير المياه وراء الجفاف اللي ضرب الجداول القريبة من الناحية، واللي تسبب هذا الجفاف إلى عطش القرى وأيضا عطش الجاموس ونفوق البعض منها بالناحية. خلونا نشوف. ناشد للسيد الوزير، للسيد المحافظ، والله متم بالعطش، النهران يبسط كتم العطش، هاشنا مات، الحرارة 51، أريد مروتكم، العالم ماتت والله، وين نروح؟ مروتكم مدير ري النيل استاذ فجر، حرك نفسك وشوف، مو مدة والله مدة استاذ فجر، وينك مدير الري؟ وينك؟ هاي النهران يبسط، مروتك تعال شوف حالنا، والله العظيم متنا، هاشنا كله مات، هاشنا كفرت، ماك ماي ماكو ببيوتنا، مدير الري سيد المحافظ مروتكم، سيد الوزير والله متنا، شوفوا المن نروح يا ربي، المن نروح، المن نروح، المن المن نروح، شوفوا حالنا متى والله متى، ماي ماكو، المن نروح بعد؟ ليش ما تخافون الله؟ ليش تنطبون على الحسين؟ الحسين مات عشان ما يقبل عم الحسين. العراق، هذا البلد اللي اهالي العراق او العراقيين تغزلوا دائما بقاعهم، قاعهم اللي مزدهره ثرواتها، بثمارها، بخصبة القاع اللي موجودة بيها بنهريه دجلة والفرات. لكن قاع العراق صارت اليوم وراء حكومات الاحتلال اللي حكمت البلد من 2003 لليوم عبارة عن أرض قاحلة تعاني من شح المياه، تصحر، هجروها هواية من الفلاحين وعوائلهم، اتجهوا نحو المدن بسبب الظروف الصعبة اللي هم قاعدين يعيشون بيها بمدنهم الأصلية وقراهم. ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن مو جديدة، لكن ما وصلت إلى المستويات والأرقام المرعبة اللي وصلتها هسه، لأنه نسبة الهجرة صارت كبيرة ونسبة السكان بالمدن الحضر صارت 69.9% مقابل 30.1% فقط من المناطق الريفية بحسب وزارة التخطيط. الريف يعاني من إهمال متعمد، جفاف قاسي، قلة دعم للسماد والبذور والمبيدات، إضافة إلى سوء إدارة بتوزيع المياه مثل اللي رصدها أحد الناشطين من ناحية النيل. هذا الناشط هو من ناحية النيل اللي طلعنا بها الفيديو قبل شوية، جفاف الجداول الموجودة به، لكن يوثق لكم بعدسة جواله
وجود خزين مائي بالنهر الموجود بمحافظة بابل واللي يغذي الأنهر والجداول الفرعية بدون أن تطلق السلطات المعنية الحصص المائية تجاه الأراضي اللي تعاني من جفاف ويعاني وياها الزرع والإنسان والحيوان. خلونا نسمع اللي قاله. عظيم والله العظيم الشط متروس 13/8 شط متروس والله قتل العطش. أي واحد يقول لك ماكو ما يكو هذا شط متروس وجهالي قتل من العطش. زال جهالي يصير جهالي قتل من العطش المل روح جهالي قتل من العطش يصير يصير جهالي قتل من العطش. هذا شط متروس ليش يقول ما يباكو أبو مرودك ليش يقول ما يباكو هذا شط متروس ما هذا شط متروس اي والله ما يصير يا ناس يا عالم والله 13/8 شط متروس بس ما حد يرضى شغيل هذا الفيديو وين صورهن الأخ في ناحية النيل جداول الناحية شلون جافة وفي محافظة بابل اللي بين لكم أنه أكو خزين مائي بالنهر. لكن السؤال اللي ينطرح هنا إلى وزير الموارد المائية إلى مديريات الري في المحافظة والناحية إلى المسؤولين عن قضية الري وقضية المياه في محافظة بابل، شنو القصد من وجود المي في جهة معينة أو في المركز لكن النواحي ما بها مي؟ وشنو الفائدة من المي موجود بالمركز وما موجود بالنواحي؟ هذا المي مو حكر على جهة معينة، لا، هذا المفروض يوصل إلى كل مكان. أكو نقص بالمي، أكو خلل بالإدارة المائية، حلوها تخلصون من الحالة اللي تشوفوها هنا. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك إيهاب الفداغي يقول الله يكون بعونكم أبسط مستحقات الحياة، الحكومة ما موفرتها، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسن الكربلائي ماكو حل غير المظاهرات لأن ريف العراق كله بكل محافظاته يعاني من شح المياه. حميد الهاشمي يقول يابا قسم بالله هاي الدولة عاجزة بإدارة البلد، يعني باختصار لا حياء لمن تنادي، الفساد مستشري والشغلة تعبانة. وإحسان عدنان من أصعب أنواع التهديد هو تهديد الإنسان بمقومات الحياة الطبيعية. نعم، أصعب شيء أنك تهدد إنسان بمعيشته وبقوته وبأكله وبشربه. أصعب شيء أنك تهدد إنسان بالشيء اللي هو يعتبر ديمومة الحياة، لأن قوت الشعب مو لعبة بيديكم. أكل وشرب الشعب هذا حق الشعب على أي مسؤول وأي سياسي يتحكم بهذا البلد، مهما كانت الجهة اللي هو يتبعها ومهما كانت الجهة اللي هو يدين بالولاء لها. كل حكومات العالم تفكر بشعوبها شلون تاكل وتشرب بدون ما الشعب يطالب، إلا بالعراق طونا مي، طونا بطاقة تموينية، وفروا لنا مواد غذائية، قللوا قيمة الصرف، قوموا الدينار أمام الدولار حتى نقدر نشتري، عدلوا القيمة الشرائية للدينار العراقي، عدلوا الرواتب. يعني المواطن قاعد يفكر بس بالأساسيات، أما الأمور الترفيهية فهو شايلها من باله. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل وتحياتي لقناة الرافدين جميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. أهلا أستاذ أفل. إحنا التصحر اللي والقطع الأنهر اللي قطعت إيران عن العراق يعني أكثر من 42 نهار بالبصرة أو بالناصرية ومناطقنا الجنوبية، كل هذا راح تأثر إلى حياة المواطنين اللي عايشين بالأهوار واللي عايشين أنه في هاي المناطق اللي كانوا بعد مستفادين أنه من الثروة السمكية وجلكم الله من الحيوانات اللي هم مربيها والماشية، هذه كل الأمور اللي كانوا متعايشين عليها اليوم سبب التصحر سبب انقطاع الماء. يعني هاي الناس راح تطلع من المدن تطلع من القرى وتطلع من الأرياف راح تهجر. وين تهجر؟ راح احتياجي راح توصل المناطق اللي بيها موجودة ماء وموجودة بيها النزول حياتهم، بس مو ممكن أن يكونون يعيشون أجلكم الله هم الحيوانات اللي معهم. هاي تكون صعبة، هاي المفروض عن الحكومة أن يعني تخذينهم حد، لأنه راح يصير عندنا عطالة بطالة من كثر هاي الناس، راح يصير عندنا تخلف، راح يصير عندنا يعني كثير من الناس إنه جهل بالأمية ما كلهم دراسة ما كلهم وظائف
فهم بعد ما كانوا عايشين على هاي الثروة الحيوانية انه صعب ان يعيشون بالبلد وبالاغذية والنواحي في بغداد او كان محافظات، لانه هم هاي عيشتهم، هذا مورد رزقهم. فكيف عن الحكومة من نشوف هي يعني ناس ابناء شعبها يعني بالمحافظات اللي بالناصرية وبالكوت بالعمارة، هاي المناطق اللي هم يقولون اهلنا عايشين بها، ولولا هاي المناطق اللي هم ايضا شاركوا معاهم بالقتال المفروض يكونون اقرب الامور يحبوهم. ليش؟ لانه ناس شاركوهم يعني ضد داعش ضد هاي العمليات، فكيف انه ما تنظر لهم بالنظر الابويه والاخويه والحكومه اللي هي تنظر على شعبها؟ فهذول ناس يعني للاسف كذبوا على ناسنا واهلنا بالجنوب، انه ناس ما يحبون الا انفسهم وما يهمهم الا مصلحتهم. فكذا يوم الشعب رايد انه يعيش حياته، رايد ان يكرم بنفسه، فهاي الحكومه للاسف يعني ما تنظر نظره يعني انه هي مسؤوله عن كل اللي قاعد يحدث بالعراق، كل اللي قاعد اللي بيصير سبب هي خلافاته والصراعات السياسيه اللي قاعد تصير فيما بينهم. ايران هي قطعه الانهار، من يقولون ايران هي حمتنا وهي وصلت، يعني لولا ايران احنا ما قدرنا نقاتل داعش. طيب اليوم ايران قطعت عليكم الانهار، وين هم اللي يقولون احنا دافعنا عن الارض ودافعنا عن الشرف؟ ما هي هسه ايران قطعه الماء وقطعه الانهار عليكم، شعبكم وناسكم وأهلكم ناسكم نشوفهم وشون عايشين بذلة. يعني صار عندنا نازحين، احنا فوق ما عندنا نازحين من الغربية ومن الموصل وكثير من محافظاتنا نازحين، حتى لما راجعين إلى ديارهم قال الناس شو وقت راح يرجعون إذا هم بعدهم ما راجعين من 2015 لحد الآن؟ فهاي راح يصير عندنا فوضى بالأيام الجاية أو الأشهر المقبلة أو السنين المقبلة، راح يصير عندنا زيادة في بغداد والمحافظات، والناس يتركون هاي المناطق اللي بعد ما انقطع عليهم الأنهار، بعد ما يوصل ما وصلت لهم الحكومة ولا تنظر لهم بالنظرة يعني الرحمة والشفقة. فللأسف ماكو إنه غير الشعب أن يهج على هاي الحكومة ويخلصها من هاي الأحزاب الفاسدة، لأنه هي ما جت على حب العراق، هي جت على دمار العراق وخراب العراق. وبنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وتحياتي شكراً لك، شكراً لك أبو عمر، القناة الرافدين البطلة. شكراً لك أبو عمر من الديوانية مركز محافظة القادسية. أبو علي حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله اخي احنا قاعدين نمشي بالأسوأ. والدوله متقصده هذا، ربما تريد تهجر الشعب العراقي، يعني تريد تهجرنا. يعني تعال رياض غمار ماكو ما عندهم، ورغم هذا تعال قطعوا الكهرباء، لا تعطونا فلوس مال الزراعه، ابويا الزراعه لا شيء ولا حنطه زارعين، حتى الكهرباء قصروا عليها، يعني ظلت الارياف بلا كهرباء. ما عندهم كهرباء تقصرها عليهم، ما عندهم منين يمتونهم بلا لا يزرعون الوادم ولا هاي. وتعال بالولايه نفس الولايات، يعني دمرنا لا ليل لا نهار لا كهرباء لا ماي. يعني انتم مقصودين قاصدين الدوله قاصده الشعب تهجرنا، هل تعطينا اي دوله تطلع تستقبلنا؟ اي دوله تطلع تستقبلنا؟ يعني لا تطلعنا صحه، لا تطلعنا كهرباء، لا تطلعنا ماي، هم سلطون علينا الجباية. يعني المن نشكي، يعني المن مشتكى، مشتكى لله. يعني قاعد نوجه السؤال لكل من يمثل محافظة، لكل من يمثل الجنوب، يعني تعال الديوانية محافظ وش اسمه، ما يسمعونا، ما يسمعون النداءات هاي الاستغاثة، نطلب استغاثة ما حد يسمعها، رئيس وزراء ما يسمعها، الناشد يعني من النشان ما حد يطلب استغاثة هاي. تعال لينا شوف الكهرباء صار 5 أيام ماكو عندنا بغمار، لا كهرباء لا ماي، وخاصنا بالجبايات يا اخو، رحموا خافوا من الله، حطوا والله بين عيونكم. هم يجيك محمد قال لك انتخب ال55، هم يجيك محمد بعد ويقول لك انتخب هذا تحرم عليك مرتك. والله العزيز ارجل من النعر ولا على الوالده. والله مليان، يعني مقصوده من عندكم هاي، يعني نطلب استغاثه، استغاثه من السماء تابع لكم استغاثه. يعني انتم وصدام عمله واحده وجه واحد، وكل ساعة حددتونا راح يرجع صدام. انت امشي وخلي يرجع صدام، فينا لغت تطب للعراق، رجينا نقصنا العلف وده كل من يدعمها، ما نخاف ترى من صدام ولا نخاف من عندكم. نعم بس انتم غدرتونا. نعم
شكرا 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 لك ابو علي. مشكله العراق انه ابو عمر حكى على قضيه النزوح، النازحين نزحوا بسبب جهه ارهابيه وصلت الى البلد، عباره عن مسرحيه صارت بالعراق والمخرج مالتها هندي، لانه لا هروب الجيش العراقي كان مقنع بالعده والعتاد اللي عنده ولا سيطرتهم ولا اللي صار وراها. وسأكو هجره مو نزوح. فانت ما شاء الله العراق راح يكون بنازحين ومهجرين واهالي مدن، وعندك مدن راح تخلو من الحياه بسبب اللي دا يصير بالعراق من جفاف. حكينا انه اكو لعب بقوت الشعب مياه الشرب قبل شويه بالجفاف اللي صار بمحافظه بابل او اللي نقلناه عن بابل. هسه راح نحكي عن البطاقه التموينيه اللي تعتبر هي فعليا عصب الحياه لملايين العراقيين اللي يعتمدون بصوره رئيسيه على مفردات هاي البطاقه، رغم تواضع مفردات البطاقة التموينية والشتان ما بين البطاقة التموينية اللي كانوا يعرفوها واللي موجود هسه بسبب الفساد والفشل بإدارة هذا الملف من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية طيلة سنوات من الاحتلال. المواطن العراقي يعاني من عدم وجود إرادة، من فساد، من رداءة وجودة المفردات اللي موجودة بالبطاقة التموينية، بظل أزمة اقتصادية أثرت بشكل مباشر على فقراء البلد وعلى الكادحين وعلى محدودي الدخل جراء انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. بمقابل هذا الشيء اتخلت الجهات المسؤولة عنهم بوقت المحنة. ما صار مستغرب أن يتم تداول صور من قبل عراقيين لرداءة المواد الموزعة عليهم بالبطاقة التموينية واللي تجيبها الحكومة عن طريق وزارة التجارة من أسوأ المناشئ، واللي ما تصلح بأحسن الأحوال أن تكون علف حيواني مثل ما عبروا بعض العراقيين. بهالسياق رصد لنا ناشط من محافظة ذي قار رداءة جودة منتج أو مادة الفاصوليا اللي تم توزيعها هذا الشهر على المواطنين بالمحافظة ويا البطاقة التموينية ورا ما نخرها العفن وانتشرت بها الديدان. خلونا نشوف. رسالة رئيس الوزراء، وزير التجارة، المسؤولين عمي، النواب، انتم جاي تراقبون الفساد يصير؟ هذا الفساد. انا اقول لكم، انتم جايين تموتون العالم، تموتون الشعب، على مو تظلون انتم تبوقون براحتكم. تعال رئيس الوزراء خلنا نشوفك. تعال دنا عمي، هاي الكمية مال اليوم، هاي شنو بالفاصولية؟ هذا كله شنبار، هذا شنبار بالفاصولية. انتم تخافون الله؟ تخافون الله لو لا؟ اكو مسؤول؟ اكو واحد فيكم شريف لو لا؟ لو تشتمون علينا بالإعلام تسولفون بالنزاهة كلها كذي. هذا شنبار، هاي الكميه مال اليوم، هاي الفاصوليا، هاي كلها شنبار بيها، وكل البيوت اليوم استلمت كميه كلها هيجي. هذا شنبار عينك عينك. تعال البيت السوداني، المسؤولين، النزاهه، وينكم؟ شو بس بيوت وبوق. اللي ما يعرف شنو قصده بالشنبار هو العفن اللي ينخر حبه الفاصوليا نتيجه رداءه التخزين، نتيجه رداءه المنتج، نتيجه طيلة فترة. يعني هذا المنتج تخيلوا ما قبل سنتين مثلا وجابوه للعراق، لأنه أكو جماعة يقول لك إحنا نشتريه بفلوس وناخذ على وزارة التجارة أنه هذا مشتريه من أحسن جهة تبيع هاي المنتج أو هاي المادة، وهم مشتريه فلاسين ويوزعوه على الناس، لأنه يقول لك الناس جوعانة تسحق أخضر يابس. طبعا هيئة النزاهة اليوم دعت المواطنين بيان إلى التأكد من وزن مفردات البطاقة التموينية اللي تقدر بالوزن قبل أن يستلموها بالغرامات، حتى يمنعون الفاسدين من سرقة غذائهم على حد تعبير البيان. طبعا هو البيان يدوخ. هاي الدعوة جت شوكت ورا ما رصد مواطن تلاعب بأوزان الحصة التموينية اللي توزعها وزارة التجارة لما أعاد وزن مفردات حصته الرديئة اللي نخرها الفساد والديدان ولقاها ما تطابق الوزن الموثق. خلونا نشوف. اخوان اليوم استلمنا الحصة التموينية لكن للأسف لقيناها بها اشكالات. اول شيء الفاصوليا طلعت اكسباير كلها ممدودة، هاي جايطونها المواطن. والشغلة الثانية
لقينا هذا الكيس مال فاصوليا اللي هو 25 كيلو وكاتبين عليه هنا طلع 24 كيلو. كذلك التمن هم طلع 24 كيلو اللي هو كاتبين عليه 25 كيلو، يعني باقيين المواطن من كل كيس كيلو. هذا حاسب من بين حاسب وزارة التجارة، لون حاسب المتعهد، لون حاسب 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 لا الوكيل، شنو علاقة الرجال؟ يستلم كامل خطية من الساعة يشكون. هسه راح أحط لكم صور اللي مال الأوزان اللي وزناها على القبان ولقيناها هذا الكيس الفاصولية كاتبين عليه 25 كيلو طلع 24. وللعلم اكو رقابة جاية للمخازن وفحص القضية وعلى أساس تتخذ بها إجراء. فشنو إجراءكم يا وزارة التجارة؟ أول شيء هو التمن هذا مال كمية كان كيس أبيض قبل، لكن إخواننا حطوه بكيس أزرق أشمره ومواطن به، هو نفس التمن مال الحصة التموينية، يعني ما اختلف شيء. والله ما اختلف شيء، هسه احنا جايين نجربه هنا ببيتنا هتم العالم استغفر الله، اكو ناس ما قامت تاكل، لانه يقول لك هذا نفس التمن هو جاي يحص. زين؟ وهي نعمة الحمد لله وشكر، بس ليش يبوق المواطن؟ وليش يقشمر على المواطن؟ يعني يقشمر على المواطن لو يقشمر على الدولة هذا التاجر. بس مبدل الكيس؟ الكيس مبدله وجايب لي فاصوليا خربانة، تفضلوا هاي الفاصوليا اللي اخذناها هسه. هذه هي جودة مفردات البطاقة التموينية اللي يستلمها المواطن اللي وصلت في فترة من الفترات في بداية توزيع الحصة التموينية، لما قررت أمريكا أنه تسوي الحصار على العراق بشهر 8 عام 90 وصلت إلى 15 أو 14 مادة، حليب أطفال، شاي، شكر، دهن، فاصوليا، عدس، تمن، طحين، شاي، هاي اللي جت ببالي هسه، صابون. اما اللي دا يستلم العراقي هسه فاصوليا مدوده معفنه، تمه رديء ومبيوق. السؤال هنا النزاهه لما تقول له للمواطن روح وزن، شو يسوي؟ يشيل ميزان بسيارته؟ لو ياخذ ميزان ما جنط هذا اللي العالم توزن بيه جنطهم قبل ما تسافر حتى لا يدفعون فلوس بالمطار. ايش قد حصتي يا اخويا؟ 25 كيلو وقف، عندي نقص كيلو، اعطيني يا بلا زحمه. شنو المطلوب؟ حبيب قلبي ابو النزاهه، وزاره التجاره عندها وكلاء. وزاره التجاره هي اللي لازم تراقب الوكلاء وتراقب عمل الوكلاء، مو المواطن يراقب. انت بدل ما تحكي ويا المواطن على الكيلو اللي بايقيه من 25 كيلو، روح احكي لي ويا الوزاره على النوعيه اللي جايبيها للمواطن. من ناطيهم 25 كيلو هاي العائلة مثلا وذبها بالزبل وراها، شنو هي الحصة اللي استلمها؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك حسين علي، فعلا المواد نوعية رديئة جدا وبسعر خيالي على الدولة. محمد محمود ما يفيد، شنو نسوي بيه؟ لا يوكل ولا ينطبخ، هذا وراه بلوى تطلع بعدين. نوفل الناصر، تمن فاخر درجة أولى للحيوانات، بعد شن ريد عاشت حكومة الرشيدة، بعت الكيلو 300. أبو رضا العراقي، والله هسه فتحت الجونية ردنا نطبخ منه طلع متروس قمل مع الأسف. نانا أردحت شوية النزاهة لما المواطن يستلم مفردات البطاقة التموينية مادته ومدودة أو مقملة أو معفنة، شنو اللي راح يستفاده؟ فكر اللي ما عنده راتب، حتى راتب رعاية ما عنده، واللي ما يقدر يوفر ذني المواد لبيته، فكر بهذا وراها روح حير لي. قل للمواطن راقب عمل التاجر، وهو مو شغله، المفروض انتو تراقبوه. وهذا المواطن اللي ما بيوكل كيلو كيلو لازم انتو تحاسبون الوكيل، واذا النقص مو من الوكيل المخزن مال وزارة التجارة، واذا مو المخزن فشوفوا الفوقة منه اللي خامط هذا الكيلو. ابو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك عمي؟ هلا بيك. طبعا هي كميه هي صارها من 2023 كلها كميه، هم عمده تم متعمدين. هذا وزير التجاره متعمد هناك يبدلها ويدش الدول من اسوء من ارده من ارده الكميه جاي يجيب. يعني؟ نعم. تسمعني عمي أفل؟ أسمعك. من أرض الكمية، من أرض الكمية الشعب، لأن هم يعني يقتصدون هاي الشغلة، يعني متعمدين على هاي الشغلة، يجوا من أرضه
يبدلون يعني مثل ما اجيب درجه اولى نعم اجيب ارضي اجيب النطيحه والمترديه من الشعب العراقي نعم زين هم زين هم رد اسالهم انا رد اسالهم اولا هم هسه عايشين بنعيم من فلوس الحرام نعم اللي يسمعون تسمع الساده فهد اسمع عمي عايشين بفلوس الحرام عيني نعم والله العظيم زين ولا يستحون ولا يخجلون يعني رئيس دولة كذيب رئيس وزراء كذيب يعني وزير الصحة كذيب وزير وزير الزراعة كذيب نعم يعني نعم. والله عيب عليكم استحوا شوية استحوا نعم. استحوا استحوا ما استحون ما تخجلون كافي عيب نعم مو بوقت البلد دمرت البلد دمرت الشعب يلا ولا انت سوي هيجي كل ما يجي واحد هاي اربع سنوات نسوي هيجي ونسوي هيجي كل هوان في شبك نعم نعم معني عمي البلد نعم كل هوان في شبك زين ولا زين والعالم شنو يعني لوين ساكت عنكم احنا ثورة تشرين هذا من ثورة تشرين لحاجيك ابو عمر زين ولا انا اسوى راسهم وراسي خلصهم لوين لوين يا شعب ساكت لوين يا شعب ساكت كهرباء ماكو وزير الكهرباء كذب يعني كلهم يعني عيب ما عندهم كلمه صادقه للشعب العراقي يعني دمروا البلاد برمته ما تستحون ما تخجلون مو عيب عليكم استحوا شويه استحوا هذا بلادكم لكم هذا بلادكم هذا بلاد العراق هذا بلاد الرافدين قالوا لا لا خف الله عليه الله لا ينطي ما يشتغل البلاد الله لا ينطي والله لا يوفقه الله لا يوفقه بالدنيا وبالاخره يكذب على الشعب وما يخدم بلده بصورة صحيحة نعم تدري الله شو يسوي فيك نعم تدري على أدى سلف سؤال سادة فل عمي هو اللي يبيع وطنه شنو عند الله عند رب العالمين جاوبني علي اللي يبيع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أبو عمر صح يلا فأنت ما تستحون ما تخجلون نعم كافي عمي كافي ساعة تدورون نوبة يا مجالس محافظ يا مجالس محافظات هنا ما تستحون ما تخجلون تمام حتى ما ينشفتوه شكرا 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 لك ابو عمر همينا من الناصرية ابو علي حياك الله يا ابو علي شلونك جالس شلونك هلا بيك يا الغالي هلا بيك اقول لك هذا بالنسبة ابو علي هذا من يحكي عن النظام الرجال مات صار له من زمان مات زين هو ما يحكي على ذولي هسه ذولي اللي بالجديد ذولي اللي لا وجبة لا هاي هسه ذاك النظام الرجال ماكو يعني غذائية كان البيت رخيص استقراركو البشر الاحترام نعم. لا يطلب لك إيراني لا أمريكي ها الزواده وعلي أم مشغوط يعني سبهاي ما يستحوا هذا ما يخجل لما يصير لا لا أبو 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 علي أبو علي حبيبي أبو علي أبو علي ما يستحي أبو علي أبو علي أبو علي إذا تسمح لي حبيب قلبي أبو علي من محافظة القادسية عنده رأي وحر في رأيه وما نقدر نصادر رأيه نهائيا وحضرتك عندك رأي تخالفه بالرأي بس بدون ما نتجاوز على أبو علي لأن كرامة أبو علي وكرامة أبو علي محفوظة في برنامج صوتكم لا أبو شو خلي سب الحكومة هاي لا بحق هاي الميليشيات حكى عليها هو حكى عليها حكى عليها أجل تبوغ الميليشيات هاي نعم وتبوغ لا كهرباء تمام أنت ذاك النظام كهرباء حتى كان موجود عمي أكو استقرار بشوف رغد ما يفتي مسوي تمام 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 شكرا 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 لك ابو علي ارجع واقول لك كرامه ابو علي من محافظه القادسيه محفوظه وما غلط الرجال حكى رايه وحضرتك تحكي رايك لكن ما نقبل التجاوز على اي انسان في البرنامج هواي من العراقيين ياكدون انه خاصه سكان بغداد انهم تفاجئوا لما يدخلون منصه غرامات المروريه يلقون نفسهم مفروضه عليهم غرامات وعلى سياراتهم بحجه مخالفه قواعد المرور او الوقوف باماكن ومناطق هم ما راحوا لها اصلا ويعاني العراقي بالفتره الاخيره من المزاجيه بتطبيق قانون المرور من قبل شرطه المرور وتحريم مخالفات بحقهم وغرامات حتى بحال انه ما يصدر منهم اي مخالفه تستحق الغرامه وجه ناشط من بغداد دعوة إلى وزارة الداخلية أن تراقب عمل شرطة المرور في ظل الفوضى بتحرير المخالفات المرورية من قبل رجالات المرور واكتظاظ الشوارع وعدم وجود أماكن كافية للتوقف خلونا نسمع كنا شاهدنا وقوف الناس وإثارتهم وقوفهم بشدة مع
قضية المرور اللي تعرض للإهانة في الحارثية وصارت ضجة على النائب لدرجة أنه النائب تحاسب. لكن أكو جانب آخر الحقيقة اللي هو فوضى المرور بالعراق، مع جل احترامنا لرجال المرور الشرفاء. إحنا يعني أنا قبل شوية نشرت الوصل اللي لقيت سيارة على سيارتي، المكان اعتيادي أنه كل الناس تطبق به لأنه هو ما مأثر على الشارع ولا على السايد ولا على أي شيء، وهو مكان أصلا طبقة. فإحنا أكو في التناقضات، أنا أتمنى أنه توصل هاي الرسالة ويوضحونها إن الإخوان في وزارة الداخلية، إحنا وين نوقف وين ممنوع وين لا. شوارعنا مكتظة، مكاناتنا ماكو، إجازات لمطاعم ومولات وأسواق كلها تنطوها بدون توفير جراجات وبدون مساحات موجودة، والمكان حسب المزاج، مطعم يقصون له وصولات، مطعم ما يقصون له وصولات، مول يقصون له ومحل ما يقصون له. النتيجة وين ما ندري، يعني شلون نعرف انه هذا مكان لا اكو علامات دلالية انه هذا نو باركينج، هذا ممنوع، هذا ذو احتياجات خاصة مثل كل دول العالم اللي عندها انظمة مرورية مضبوطة بصراحة. هذا موضوع. الموضوع الثاني هو حتى القانون ما نعرف شلون، واحد يحاسب على الحزام، واحد يحاسب كل من حسب مزاج الضابط والدورية اللي واقفة هذا اليوم. اثنين والاكثر، الاكثر غرابه بالموضوع، انت هسه يعني فعلت كل الاتمته بالدوله، ايش عجب الغرامات انت ما مسوي لها اتمته بحيث انه احنا نقدر هسه قصيت لي وصل اليوم انا اقدر ادفع الكترونيا حتى ما يضاعف عليه. هذا التعليق من محافظه بغداد او العاصمه بغداد. ناشط من المثنى يتفق ويا اللي حكى ناشط من بغداد ويؤكد انه بهالشهر حرروا له 3 مخالفات بغير وجه حق، والمخالفة اللي هو لازمها يقول انه هي التوقف بالقرب من المصرف العقاري وما موجود المصرف بالمكان اللي هو واقف به. خلونا نسمع. المرور بس يركض ورانا، خوش عارفين شغلنا وعملنا ونركب حتى ندفع الوصولات مع المرور. يعني شنو ذنب انا 3 وصولات خلال شهر، خلال شهر واحد 3 وصولات على اليمن؟ يعني شلون احنا نشتغل نطلع المرور؟ هذا شهر انا دافع 3 وصولات وصل بالبيت وذني وصلين على اليمن، وين وقف سياراتنا؟ يعني اللي عنده مراجعة وين وقف سيارتي؟ وين نزلت وادي بالشارع قصر المرور، وقفتها بشارع بسايدين نظيفات مفتوحات قصر وصل، وين وقف السيارة؟ يعني راسنا نخليها سهولة قصر وصل ب50,000؟ ليش ما نجيب لنا 50,000؟ شوية هي 50,000. هذا سايد ايش كبره؟ هذا سايدين وين وقف؟ هذا سايد كاتب له وقف يمين مصرف العقاري، وين مصرف العقاري؟ ويني ويني ما تفرق ما تراوني ولا مصرف العقاري؟ شو الحكي هذا؟ ما تدلوني. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق يعني من فيسبوك محمد حيدر، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكون بعونك، تحكي من قلب محروق، بس شو تسوي، هي هاي دولتك، قدرها على الناس البسيطه. غايب المجبل الشبلاوي، كل القوانين والتشريعات في العالم وجدت لحمايه المواطن او الفرد او الشعب فقط. في العراق الامور غير شكل، القوانين تحمي الحكومه والمسؤول على حساب الشعب. صلاح حسن العقيلي، والله يا عمي المرور سووها بدون ملح وبس على الفقير، القانون يطبق، حسبي الله ونعم الوكيل على كل مسؤول فاسد. حسون حسني يقول يجب إعادة هيكلية هذه المديرية التي أصبحت عبء على أكاهل المواطن وتحاربه في عيشة. نعم كلنا مع القانون ونحترمه، ولكن أغلب ضباط ومنتسبين هذه المديرية كأنهم يدخلون حرب مع المواطنين، في حين في العالم مديرية المرور وجدت لخدمة المواطن وليس لإثقال كاهله بالمواجع، فهل من مغيث؟ مشاهدينا الكرام، اللي يشتغلون بالقسم الطبي أو الأقسام الطبية، الأطباء والممرضين والصيدلانيين، يعبرون عن مخاوفهم بسبب كثرة الاعتداءات اللي تطول العاملين بالمجال الطبي، ولهالسبب قسم التواصل الاجتماعي سوالنا هذا الانفوغرافيك اللي يتكلم عن الاعتداءات، خلونا نشوفه. قلق متزايد تعيشه الملاكات الطبية في العراق مع تزايد حالات الاعتداء ضدهم في المستشفيات الحكومية والخاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وعجز حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني عن توفير الحماية اللازمة لهم. على طريقة الأفلام السينمائية، مجهولون يصولون بأسلحتهم في أروقة المستشفيات والمراكز الطبية، وترويع للأطفال والمرضى بلا رادع أو محاسبة تحت طائلة القانون. اعتداءات متكررة في عموم مستشفيات البلاد تتعدد دوافعها وأسبابها وسط ضعف واضح في تطبيق القوانين الرادعة لهذه الانتهاكات، ما يدفع بالكثير من العاملين في الملاكات الطبية إلى الهجرة خارج البلاد للحفاظ على
على أرواحهم وذويهم والتخلص من الإجراءات العشائرية التي أثقلت كاهلهم، فضلاً عن عمليات القتل والإتاوات التي تفرض عليهم من قبل الميليشيات والمتنفذين. أجرت نقابة الأطباء وقفة استنكارية واحتجاجية لإبلاغ الإعلام العراقي والمواطنين العراقيين بأننا نتعرض إلى القتل. طبيب بمقتبل العمر بعد في بداياته يتعرض إلى عملية قتل، وفي حقيقة أمور غامضة لحد الآن. اغتيال بظروف غامضة، يذهب ضحيته طبيب مسالم ونزيه في حلقة تكمل مسلسل الاعتداءات على الملاكات الطبية بظل دولة تتقن فن الشجب والاستنكار وتتوعد بلجان تحقيقية مع محاسبة المقصرين دون نتائج تذكر. اعتداءات تغذيها سطوة الميليشيات ووجود مجموعات ذات نفوذ سياسي وعشائري ترى نفسها فوق القانون، فضلا عن عدم جدية وزارة الصحة في حماية ملاكاتها، ما يفاقم من سوء الأوضاع واستمرار هجرة الأطباء خارج البلاد. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، موسى ولاء هذا الطفل عمره 7 سنوات اللي لقوه ميت ورا 3 أسابيع من وفاته، والديدام التف دائر مداير رقبته وتعرض الى شتى انواع التعذيب، صعق بالكهرباء، طعم بالسكين في انحاء جسده، الارغام على تناول كميات كبيره من الملح، الكي بالنار، الخنق. هاي الجريمة هزت أركان الشارع العراقي وما زالت العالم تفكر بها، وما زال هاشتاغ حق موسى متصدر ترند العراق. واليوم جبنا لكم بعض التغريدات اللي أدانت هاي الجريمة واللي طالب بمحاسبة الأب اللي يعمل في أحد الأجهزة الأمنية والزوجة الأب اللي قتلت هذا الطفل بجريمة بشعة. عبد الله عزاوي على تويتر غرد: الأحزاب السياسية الإسلامية شريكة بكل جريمة عنف أسري. إيمان إلهام: شرطة وقوانين وبلد بأكمله يعجز عن حماية الطفل، هو شريك ومحرض على ارتكاب هذه الجرائم واستمرارها. المحامي محمد جمعة: دعوني أعلن لكم ما سيحصل، نحن جميعا بعد يومين سننسى حق موسى وننسى جميعا أن موسى ضحية قوانين لا تحميه، ونلتقيكم بفاجعة أخرى. ريام: كم عدد الأرواح البريئة راح نفقدها قبل أن نضع حد لهذه الجرائم؟ كل شخص يقف في طريق إقرار قوانين العنف الأسري هو شريك في هذه الجرائم. هاشتاغ حق موسى هاي التغريدة والتغريدات اللي سبقتها. مشاهدينا الكرام، وما زالت الناس تصور المثوى الأخير إلى موسى، واليوم كان أكو فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى شخص يزرع بعض الشتلات داير مدار القبر اللي اندفن به موسى. لكن شنو القانون اللي راح يردع أن تتكرر مثل هاي الحالات؟ هو هذا المهم. مشاهدينا الكرام، حلقة صوتكم انتهت لهذا المساء، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. انتظروني، في أمان الله.